استنكرت السفارة الأوكرانية لدى لبنان ما جاء على لسان رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بالأمس عبر الجديد، وأكدت في بيان أنها تحترم بشدة المعايير الديمقراطية وحق الجميع في حرية الفكر والتعبير الحر عن آرائهم ومعتقداتهم، لكنها عبرت عن الغضب والاستياء من تعليق وهاب حول الأوكرانيات. ورأت سفارة أوكرانيا والجالية الأوكرانية في لبنان مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتنتهك كرامة الإنسان، وعليه طالبتا باعتذار علنيا لمواطني أوكرانيا. قناة الجديد تقدم بدورها اعتذارها إلى دولتي أوكرانيا وروسيا وشعبيهما، وتؤكد أن ما ورد على لسان الضيف يمثل رأيه فقط ولا يعكس مطلقا موقفها تجاه الشعوب الكريمة. ومني أنا أيضا سمر أبو خليل، بما أنه أنا كنت موجودة مع الوزير وئامها في هذه الحلقة، أكرر إفادتي وأتوجه بكل التقدير والمحبة للسيدات الرائدات المناضلات البطلات ولكل سيدات روسيا وأوكرانيا، كل بمجالها، ومن قلهم نحبكم منقدركم وموي فاس أوفاجايم، نحن نحترمكم.